السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق السنة السادسة ابتدائي. كانت من الدروس اللي درنا في الحلقات الماضية أنها لاقت استحسان ديالكم وأنكم فهمتوا الدروس اللي كاينين يعني اللي كاينين فيها. الدرس ديال اليوم غنشوفوا لي غروب دي فيرب، لي تخوا غروب دي فيرب، يعني لي تخوا غروب دو فيرب اللي كاينين، يعني كاينين الافعال في اللغه الفرنسيه كنقسموهم لثلاثه مجموعات. داكوغ، لثلاثه مجموعات. بالنسبه لهذه المجموعات بطبيعه الحال كيكون الاختلاف فاش في التصريف ديالها، يعني الطريقه باش كنصرفوا بروميي غروب، دوزيام غروب، ثروازيام غروب، يعني الطرق اللي هي مختلفه، يعني كل جروب كنصرفوه على حساب الجروب ديالو وعلى حساب الزمان اللي كيتصرف فيه، سواء لو بريزون، لو باسي كومبوزي، لامبارفي، لو فيتور، اكسيتيرا. كونسيرنون هاد لي تخوا جروب او هاد لي تخوا جروب دو فيرب، يعني كنصرفوا لو فيرب على حساب الجروب او على حساب المجموعه. حنا دابا ما كيهمناش التصريف ديال الافعال، اللي كيهمنا هنايا هو انني خصني نشوف لو فيرب الفعل ونعرف واش برومي جروب ولا دوزيام جروب ولا ثروازيام. مزيان. بالنسبه كيفاش كنعرف لو فيرب واش بروميير جروب ولا دوزيام جروب ولا ثروازيام جروب؟ كنعرفو الا ما مصرفش، الا ما مصرفش لو فيرب عاد كنعرف واش بروميير جروب ولا ثروازيام جروب. يعني لو فيرب الانفينيتيف، يعني الا عندك لو فيرب ما مصرفش، يعني كنقولو لو فيرب الي الانفينيتيف. الى ان لو فيرب ما مصرفش كنقولوا لو فيرب لي ان انفينيتيف. اما كيكون فيه او ار، اما اي ار، اما ار او ولا وار. لي فيرب لي كيكون فيهم او ار في الاخر ما مصرفش، يعني لو فيرب ان انفينيتيف، يعني في التمرين ولا في الامتحان كيعطيكم واحد لو فيرب ما مصرفش ولا مصرف، واحد فيهم كيقول لك عطيني لانفينيتيف ديالو. شنو هو لانفينيتيف؟ يعني ما يكون فيه او ار في الاخر ولا اي ار في الاخر ولا ار او ولا وار. غنشوفوا شنو هما لي فيرب دو برومي جروب، دوزيام جروب، ثروازيام جروب. il existe trois groupes de verbes. il existe trois groupes de verbes، يعني كاينين ثلاثه ديال لي جروب في الافعال. لي فيرب اون او ار، الافعال اللي فيهم او ار في الاخر. لي فيرب اون او ار سون دو برومي جروب، الافعال اللي فيهم في الاخر او ار، الافعال اللي فيهم في الاخر او ار هما افعال ديال برومي جروب. يعني جميع الافعال اللي ما مصرفينش يعني فيهم في الاخر او ار هما افعال ديال برومي جروب، سوف الي، باستثناء لو فيرب الي اللي فيه او ار في الاخر ولكن ماشي برومي جروب. C'est un verbe du troisième groupe. يعني هنايا جميع الافعال اللي فيهم في الاخر او ار، يعني ما مصرفينش على الانفينيتيف، هما افعال ديال برومي جروب، استثناء الا سوف، استثناء باستثناء لو فيرب الي، سوف، سوف الي باستثناء لو فيرب الي. اكزومبل، مثال ديال لي فيرب دو برومي جروب: مارشي او ار، غاردي او ار، مونجي. مارشي يمشي، غاردي يعني يحتفظ او يراقب على حسب لو سونس ديال الجمله، مونجي هذا لو فيرب كلشي كنعرفوه مونجي، يعني هادو كلشي سو سون دي فيرب دو برومي جروب. علاش؟ حيت فيهم في الاخر او ار، فيهم في الاخر او ار، يعني عندنا مارشي، غاردي، مونجي، هادو كلشي افعال اللي فيهم في الاخر او ار، يعني سو سون دي فيرب دو برومي جروب، هما افعال ديال المجموعه الاولى. مزيان، غنعاود. لي فيرب دو برومي جروب كنعرفوهم بأو ار، نعاود كاع من الاول. كاينين ثلاثه ديال المجموعات ديال لي فيرب: بروميير جروب، دوزيام جروب، ثروازيام جروب. لي فيرب دو برومي جروب شكون لي يعني اشنو هما الافعال اللي كاينين في بروميير جروب؟ الافعال اللي كاينين في بروميير جروب هما الافعال اللي فيهم في الاخر او ار، هما سو سون دي فيرب دو بروميير جروب.
يعني جميع الافعال اللي فيهم او ار في الاخر ان انفينيتيف شنو كنقصدوا بالانفينيتيف؟ يعني لو فيرب ما مصرفش. شنو هو لو فيرب اللي ما مصرفش؟ هو اللي فيه او ار في الاخر بروميير غروب. فيما كتشوف شي او شي فيرب فيه او ار في الاخر راه فعل ما مصرفش، يعني سي تان فيرب ان انفينيتيف. في الامتحان دابا ولا في شي تمرين كيعطيك واحد لو فيرب باغ اكزومبل tu manges ولا je mange كيعطيوك في واحد الجدول كيعطيوك je mange مصرفه je mange يعني انا je mange كيعطيوك كيقول لك عطيني الانفينيتيف ديالو manger er group premier group كتكتب واحد premier group هذا هو الجواب. يعني لي فيرب دو بروميير جروب لي فيرب دو بروميير جروب هما الافعال اللي فيهم او ار استثناء الا واحد الحاله اللي فيها او ار ماشي بروميير جروب هو لو فيرب الي داكور. لي فيرب اون اي ار ردوا البال كاين او ار بروميير جروب اي ار دوزيام جروب ردوا البال لي فيرب اللي فيهم اي ار دوزيام جروب ولكن هذه اي ار راه فيها شويه ديال الاشكال ردوا البال لي فيرب اللي فيهم اي ار هما دوزيام جروب ولكن ماشي غير لي فيرب اللي فيهم اي ار هما لي دوزيام جروب كاين واحد الشرط اخر باش نقول دوزيام جروب كي سو كونجوي كوم لو فيرب فينير لو فينيسون هنايا لي فيرب اون اي ار كي سو كونجوي كوم فينير يعني الافعال اللي فيهم اي ار في الاخر ان انفينيتيف يعني ما مصرفش لو فيرب بحال فينير كي سو كونجوي كوم فينير نو فينيسون يعني هنايا الافعال اللي فيهم اي ار هما افعال ديال الدوزيام جروب شريطه انهم يتكونجيغاو بحال لو فيرب فينير لو فينيسون مثال شوازير نو شوازيسون يعني باش نعرف واش هذا الدوزيام جروب ولا ماشي الدوزيام جروب اول حاجه غنديرو خص يكون فيه اي ار مزيان واش جميع الافعال اللي فيهم اي ار سي سون دي فيرب دو دوزيام جروب وهما افعال ديال الدوزيام جروب لا كاين جوج شروط يكون فيهم اي ار وخصهم يتصرفوا بحال فينير لو فينيسون باش نعرف دوزيام جروب خص نسمع داك السيفل داك الصفير ديال اس لو فينيسون نو شوازيسون الفيرب شوازير نو شوازيسون نو ريفليشيسون الفيرب ريفليشير وفكر شوازير اختار فينير يعني كملت يعني هادو سو سون دي فيرب دو دوزيام جروب علاش حيت كيترونجيغو وفيهم داك الصفير ديال كنسمع داك الصفير ديال اس فينير فينير اش كاين في الاخر ديالو اي ار نو فينيسون صحيح الشرط الاول كاين اي ار الشرط الثاني داك الصفير مزيان ريفليشير اول شرط اي ار كاينه فيه ريفليشير نو ريفليشيسون كاين الصفير ديال سون مزيان بوندير نو بوندير اول شرط كاين اي ار نو بونديسون مزيان كاين الصفير بارتير اول شرط كاين اي ار نو بارتون كاين الصفير يعني ماشي ثوازيام جروب ماشي دوزيام جروب يعني اش غيكون ثوازيام جروب ميمكنش يكون بروميير جروب بروميير جروب فيه او ار بروميير جروب كاين او ار يعني ماشي يعني هنايا اي ار اما دوزيام اما ثوازيام اللي فيهم الصفير لو فينيسون لو بونديسون نو ريفليشيسون نو روجيسون نو بينيسون هادو كلشي سون دي فيرب اللي فيهم سون داك الصفير اول شرط بطبيعه الحال هو اي ار ما بقاش منقلق قلبان على الصفير خص يكون بعدا اي ار عاد نشوف داك الصفير داك لو سيفل ديال اس واش كنسمعوا باغ اكزومبل لو فيرب واخا كاين واحد لو فيرب اللي هو فيه اي ار في الاخر ومعروف كنستعملو بزاف سورتير سورتير اول شرط فيه اي ار سورتير مزيان ولكن اش كنقولو فنو نو سورتون ماشي دوزيام جروب ثوازيام جروب داكوغ يعني هذا هو المميزات ديال دوزيام جروب انه كيكون فيه اي ار زائد واحد الشرط اخر اللي هو مهم هو انه خصو يتصرف نسمع داك الصفير داكوغ نورمالمون لا كونجيغيزون كيما كنقول ديما حتى قلت في لي فيديوهات الماضيه لا كونجيغيزون راه ديال الحفظ
باش نكونوا واقعيين، لا كونجيزون ديال الحفظ بحالها بحال جدول الضرب خصك باش تحفظها. وبطبيعة الحال نتوما ما عندكمش مشكل ديال الحفظ، الطلبه ديال يعني الطلبه ديال التعليم العتيق عندهم ديك الملكه او ديك الميزه ديال انهم راه كيحفظوا، يعني لا كونجيزون راه ديال الحفظ، يعني اللي بغى يحيد المشكل ديال لا كونجيزون خصو يحفظوا. ما يكذب عليك شي واحد، لا كاين واحد الطريقه حفظ صحيح، كاينين قواعد ولكن القواعد ماشي ديما كيتستعمل، كاين بعض الافعال يعني خصك باش تحفظ جدول، يعني جدول الضرب الا غادي دير شي عمليه ولا شي حاجه بقات دير عمليه ديال الضرب وتستعمل فيها تقنيه ديال زائد، يعني هادشي ما راه ما خدامش، خصك تحفظ جدول الضرب باش المشكل يتحل. نفس الشيء بالنسبه لا كونجيزون خصها تحفظ، كاين افعال اللي كنستعملو بزاف، الافعال اللي كتستعمل بزاف وهي اللي كتعطى حتى في الامتحانات وفي ليزيكزيرسيس، الافعال اللي كيتستعملو بزاف كنقولو لي فيرب ايزويل اللي هي متداوله بزاف راه باينين خصكم باش تعرفوهم، بارتير نو بارتون سورتير نو سورتون، هادو كلشي لي فيرب فيهم اي ار ولكن ماشي بروميير ماشي دوزيام غرو، سو سون دي فيرب دو توازيام غرو، يعني خصكم باش تحفظو لا كونجيزون باش تحلو هاد المشكل داكور. يعني هنايا لي فيرب دو دوزيام غرو خص يكون فيهم اي ار بالاضافه داك الصفير اللي كنسمعو، لو فينيسون لو بونديسون نو ريفليشيسون، مزيان كنسمعو الصفير هاد دوزيام غروب، ما كنسمعو الصفير هاد الشيء توازيام غروب. دابا غنشوف لي فيرب دو توازيام غروب، غنعاود لي فيرب او ار، لي فيرب لي في الاخر ديالهم او ار لانفينيتيف ديالهم او ار بروميير غروب الا واحد لو فيرب الي اللي كان في توازيام، لي فيرب لي فيهم اي ار الشرط الاول اي ار بالاضافه لذاك الصفير اللي كنسمعو، لو فينيسون لو شوازيسون لو ريفليشيسون لو بونديسون لو روجيسون، هادو سو سون دي فيرب دو دوزيام غروب. يعني باش نقول هذا الدوزيام غروب خص يكون فيه اي ار زائد داك الصفير اللي كيكون في لا كونجيزون لا كنصرفو، لو فينيسون فو فينيسي ايل فينيس، كلشي فيهم في داك التروازيام غروب، داك لي تخوا بيرسون دو بلوريال نو فو ايل افيك اس كيكون فيهم داك الصفير، لو فينيسون فو فينيسي ايل فينيس، نو ريفليشيسون فو ريفليشيسي ils réfléchissent. هادو هما ديال الدوزيام غروب. تو لي زوتر فيرب جميع الافعال اللي باقيين، تو لي زوتر فيرب جميع دوك الافعال اللي باقيين، هنا شفنا او ار و اي ار، اي ار مع الصافي بطبيعه الحال، يعني او ار بروميير غروب باستثناء الي، اي ار زائد صفير دوزيام غروب. تو لي زوتر فيرب جميع الافعال اللي باقيين سوف اترو افوا استثناء ان اترو افوا، اترو افوا سو سون دي فيرب دو بروميير غروب، الي فيه او ار تروازيام غروب، اترو افوا بروميير غروب، يعني جميع الافعال اللي باقيين استثناء ان باستثناء اترو افوا كاين في بروميير غروب ابارتيان او تروازيام غروب، يعني جميع الافعال اللي باقيين، جميع الافعال اللي باقيين استثناء ان اترو افوا بطبع الحال كاينين في تروازيام غروب. مثال comprendre fait RE, vouloir 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 fait d'avoir c'est vouloir comprendre dre يعني fait d'ac RE pas dire RE lire RE d'accord lire RE ماشي ER ER على الاقل في تاع لي بروميير غروب RE العكس ديال ER ER بروميير غروب IR دوزيام غروب شريطه تيكون فيه داك الصفير ديال اس سيف ديال اس ثوازيام غروب الباقي كلشي اللي بقى راه ثوازيام غروب استثناء اترو افوار اللي كاين في بروميير غروب هنايا comprendre RE vouloir voir vouloir savoir pouvoir croire هادو كلشي سو سون دي فيرب دو ثوازيام غروب venir الى لاحظتوا venir فيه IR ولكن ما كنقولوش كنقولوا جو فيان تي فيان il vient ne venant ما كنقولوش داك الصفير ما كاينش venir فيه IR ولكن ما كاينش الصفير الشرط الاول كاين IR ولكن الشرط الثاني ما كاينش اللي هو داك الصفير بحال ne finissant le fini le verbe finir IR ne finissant كاين الصفير le verbe venir là venir كاين الشرط الاول اللي هو IR ولكن الشرط الثاني ما كاينش كنقولوا ne venant venez ils viennent ما كاينش داك الصفير ديال اس نتمنى ان هذا الدرس راه وصلكم على احسن وجه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد
بارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل لعدد اكبر من الزملاء ديالكم. الا كان عندكم شي يعني شي تعليق ولا شي حاجه تكتبوها لي في الكومونتير يعني في التعليق فكره ولا اي حاجه اكتبوها لي. عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما عجبكمش الفيديو ديروا ديسلايك. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.